يعرف سوق السيارات في الآونة الأخيرة الكثير من الجدل، فدفتر الشروط الجديد الذي يلزم وكلاء السيارات بتوفير شروط السلامة في السيارات المستوردة لا يلقى ترحيبا من طرف الكثيرين. وكلاء السيارات من جهتهم ورغم عدم اتفاقهم حول الدفتر يجمعون أن سوق السيارات ستشهد تراجعا مطلع العام الجديد. محمد شوقي علاك رصدت ذلك. أصبح اليوم الدولار في يومنا الحالي 87 دينار، والخوف يومين راه يطلع مادام راه دهور البترول راه الدولار يطلع، وعلى بالك كل شيء نشروه بالدولار. كاين حقيقة كاين واقع، اللي يشري يجب يشري درك، خاطر السيارة هذه كي تشريها في جونفي في فيفري تشريها أغلى من اليوم. Il y aura une augmentation de prix. L'augmentation de prix, je l'ai dit tout à l'heure, c'est dû à cette dévaluation et cette le change qu'il y a entre le dollar, l'euro. C'est sûr qu'il y aura une répercussion sur la vente. Ça va atteindre un marché qui va être encore plus difficile.